رحمه الله كتاب مهم جدا وهو الحرمة في عصر الإسلام. ورحمه الله قال السبب أنه من هو على نية أنه يجب أن يكتشف فيها بناء على النصوص الصحيحة. لكن مع النصوص ولكن الطريق اللي كان تلاقيت مع النصوص اللي كانت عنده الله ففوجئ أن الحركة الإسلامية اللي كانت تعتبر هي حركة جديدة أنها متخلفة فيما يتعلق بموضوع المقام على نفسه اللي كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم هذه الدفعة والتحريرية للطاقة للمرأة كما بعد عدد ديال الأخرى، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الخلافة الراشدة عاوتاني المسلمين رجعوا لما هو يعني معهود في زمنه، يعني من القضية ديال عدم الاعتبار بالمرأة بالشكل المطلوب، القضية ديال الاستبداد وكذا، رجعوا لما هو رئيس في المحيطين. وقع التحول اكتجى من الحسكين بالحضارة الغربية أو جهاز لدى الإشكالات اللي مطروحة سواء تتعلق بالديمقراطية أو تتعلق بالحكم الإنساني أو تتعلق بالمرأة. وكان واحد نزعة إلى بطول المحافظة اللي كاين عندنا حاس وكان يستجبو غير الضغوط ديال الآخرين بسبب المجلس. وأنا كنقول هذه القضية يجب تجاوزها باش نستجبو الضغوط، تكون عندنا إرادة مبادرة في تنمية المرأة وتمهيدها وإعادتها إلى المكان ديالها في المجتمع، لأن هذا واحد عمل مطلوب يعني حضاريا ومطلوب دينيا. وهذا العمل المشترك واحد الوقت باش تبدا في نظام الحركة الإسلامية كنا بدا غير الى تدخل منطلقات دينيه على ان المراه والرجل راه كلاهما مسؤول وخلاف وكذا الى اخره، ولكن تبين فيما بعد ان هذا العمل المشترك هو واحد العمل يعني في العمق، وواحد العمل اللي هو ضروري للمجتمع، لان المجتمع اللي كيوقع فيه الفصل بين النساء والرجال ذاك الفصل الحديدي هذا، المجتمع ديال الرجال كتوقع فيه أعطاب والمجتمع ديال النساء كتوقع فيه أعطاب كما قال الأخت بشرى. ولكن إذا اشتركوا كيولي ذاك العمل ديالهم أكثر إيجابية وأكثر تجية، لأن كل واحد فيهم يعني الزوايا ديال النظر والطرق ديال التفكير والطرق ديال المعالجة تختلف، فيتم تكامل بين الجنسين تقدم بالمجتمع ككل. لأن حسب بعض الدراسات اللي كتدخل الأنماط الشخصية عموما بالرجال كاين الثلثين ديال الرجال عندهم الثلثين عقلانيين والثلث عاطفيين، وفي النساء العكس كاين الثلثين عاطفيات والثلث العقلانية. ملي كتدخل بين الجنسين كيوليو العقلانية ديال النساء هم يتصرفوا بالمنطق العاطفي اللي هو سائد في الصوم، والرجال العاطفيين هم يتصرفوا بالمنطق يعني بالمنطق العقلاني الموجود في الصوم، فكيتعصبوا هذا الثلث كيتعصب هذا والثلث كيتعصب كيولي يعني مبدئيا الشدة ديال يعني تكون واحد الثلث ديال المجتمع معطوب، لأن ما بقاش يتصرف على الخبرة ديالو كما خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو هذا كون هذا الثلث كيتعصب كيأثر على الثلث ديال الآخرين، فالعطف كيولي في المجتمع واحد عام وشامل وكتكون عنده نتائج وخيمة على السير ديال المجتمع ككل. ومن هنا حتى كنظن أن تصبر بجهودي في هذا المجال، لأن لإشراك المرأة في الحياة العامة وتيسير مشاركتها، لأن لحد الساعة
كاين واحد النوع ديال الاجحاف في النسبه ديال الرجل، لان تنظم المجتمع تنظم وحتى الاحزاب السياسيه كتنظم الامور ديالها على اساس ان المراه والرجل بحال بحال، ما كتاخذش بعين الاعتبار الدور ديال المراه والمهام ديالها الاسريه والمهام ديالها الفطريه، فيكون هذا ظلم للمراه واستنزاف لها و يعني وضغط عليها، ولهذا بزاف ديال النساء ما كيتشمسوش للمشاركة في الحياة العامة، لأن هذا كتشوف مجهودات إضافية وأعباء إضافية، فكتبقى قليل النساء اللي كيكونوا قادرين يديروا هذا الجهود ويتحملوا هذه المسؤولية، ولهذا كنظن الأحزاب تبتغ الأمور ديالها بشكل ليست المشاركة ديال النساء، وفي المجتمع أيضا خد تدابير، لا تدابير تشريعية ولا تنظيمية ولا هذا اللي تسمح للمرأة تشارك في الحياة العامة وتشارك بطريقة يعني اللي تكون ميسرة لها وكتكون كتاخذ بعين الاعتبار المسؤولية ديالها الأخرى، وهذا سيكون في صالح الجيش في صالح المجتمع، وإذا ما درتش هذا الشيء راه غيبقى المجتمع دائما يعاني من الاختلالات اللي في الأخر كتمنع أن يوقع في واحد انسجام الإنسان.